كما قلت انا ما جيتش باش نهضر على جامعه عوده ما حقاش عندنا حتى ان شاء الله ملتقى تما وانتم معروضين باش نهضروا الشخص الوضعيه البيئيه في العوامر بصراحه مؤخرا المغرب بصفه عامه كيعرف الوضعيه البيئيه ديال العوامر حيت الاعلام تاع بزاف هاد القضيه هادي لحقاش الساكنه انتفضت في العوامر على البيئه بزاف الاشكالات اللي كتعاني منهم العوامر في المجال البيئي على اعتبارها انها منطقه فلاحيه الفرشات المائيه ديالها ماتت بسبب الاستنزاف بسبب الادويه خلات لينا على الفرشات المائيه لدرجه ان بعض الدواوين ولاو كيشربوا الماء ديالهم وكيمرضوا صحيا بعض الدواوين تسببوا بزاف ديال الامراض بسبب الماء حقاش هما اللي استعملوا الابار والبيت ديالهم كيكون في نفس الارض اللي كيفنى فيها نفس الملف اللي كيكون فيها الملف مع المده الفرشه المائيه تلوثات بزاف بسبب الادويه الفلاحيه وتسمات والناس كتستافد وكتشرب منها مع المده غيتراكم داك التسممات وسبات امراض وبعض الامراض اللي كنشوفوها حنا كنرصدوها كنرصدوها عند الناس تما الحساسيه الرب سرطانات مؤخرا تما بزاف انتشروا الوغ هاد القضيه هادي اللي عاتينوها حنا على اعتبارنا يلا اسسنا المصل ان شاء الله غيكون خير غناخذو هاد الرياض هذا اما العوامر كالعوامر في المركز اكبر تحدي عند الجماعه وعند المجتمع المدني هو الاسباب الاسباب وصلت للناس والديور ديالهم ولو كيفتحوا الدار كيلقاو الزبل على الباب ديالهم والجماعه عجزت باش تحد من هذاك المشكل هادشي علاش تاد اعلاميا تاد القضيه ديال الاسباب وغنفكركم بلي حنا في 2012 صحفيين شباب مغاربه تسلمنا المطرح ديال النفايات والاسباب في جماعه العوامه واتصلنا بمسؤولين انا ملي كندير من درنا داك الروبورتاج الوعود اللي تعطات والرهانات اللي تعطات في الجامعه فاش كنقارنو مع 2019 كنلقاو القضيه كنلقاو ما كاينش حل الاشكالات كنلقاو الوضعيه تازمت اكثر يعني الا درنا مقارنه 2012 2019 بصراحه الوضعيه تازمت اكثر انا وحتى الاجابات اللي كيكونوا عند المسؤولين هو مشكل عندهم اكبر تحدي هو النقل ديال السوق الاسبوعي اللي فشلت فيه الجماعه وكانت اسباب تقنيه السوق الاسبوعي عندهم داخل الساكن ودائما ما كيخلي لهم النفايات والبقايا ديال السوق ثاني حاجه المطرح ديال النفايات الجماعه ديال العوامر ما عندهاش مطرح ديال النفايات الوغ الزبل كتجمعو كترميه بشكل عشوائي واون فان كيضر الناس وكان المطرح ديال النفايات اللي اختارتو جامعة العوامر كيفتقد الشروط الصحية بتاتا هو واخا عشوائي ولكن حتى الموقع ديالو كان موقع داخل حدا السكان هو في الوسط ديال السكان فاش كنا درنا عليه حنا روبورتاج في 2012 كانوا الأطفال كيلعبو تما الأطفال الناس كتمشي تقد كتدوز عليه الروائح في الصيف الناس كانوا معذبين من داك الناحيه الوغ اون جينيرال الوضعيه البيئيه في كارثيه وحنا على امل التاسيس ديال الفرع ديال المرشد المغربي للبيئه والتنميه غنراهنوا باش نقلوا وغنجتهدوا للتقليل من المشكل ولكن دائما انا كنقولها وفي اي ملتقيات كنقول حبذا لو حضروا معنا المسؤولين حيت يد وحده ما كتصفقش حنا غنشتغلوا على الا مثلا حنا كفرع خططنا باش نشتغلوا على المجال ديال التحسيس والوعي كنظن اننا غنشتغلوا وغنجحوا 50% و 50% غتوفروا لنا السلطه انطلاقا من تطبيق القوانين البيئيه وحاجه اخرى احنا غنشتغلوا ولكن بلا ارتباط وبلا بلا تشارك مع المسؤولين ما نقدرش نحلوا هذا المشكل هذا وعندنا تساؤلات كثيره اللي كنبغي نطرحوها عليهم وكنبغيو يجاوبونا عليها وباش نقدروا نوصلوا اللوك ديال المشكل ونعالجوه كامل ان شاء الله هذا هو الرهان ديالنا وكنتمنى التوفيق لنا وكنتمنى نحلوا هذا المشكل ونساهموا في الحفاظ على البيئه في المنطقه